فعلا تجيء باستخدام مياه البحر الحديد مو من البحر. هاي نحولها الى طاقة. هذا النظام فري انرجي بالكامل يستخدم تحويل مياه البحر الى طاقه. الطاقه الشمسيه نشحن البطاريه، نقدر نستخدم الطاقه الشمسيه دايركت على المفاعل، نقدر نستخدم البطاريه دايركت على المفاعل. بس المفاعل الان بيشتغل بنظام 212 فولت، بحول كهرباء 220 الى 12 فولت. الشعلة ان شاء الله. طبعا الشعلة تطلع من هنا درجة حرارتها 1450 درجة مئوية، يعني كافية لصهر الحديد. ركبها وضروري نخليها مفتوحة على اساس انه اذا في موية في السيستم تخرج نفس النظام ده. النظام يشتغل ب 12 فولت على شبك المحول. يعطينا نفس النظام. الراقب المويه ايش حيصير فيها الان؟ خلينا اجيب الولاعه اساسا. Thank you.
البطارية ما لها شحن طبعا، ما شحنت بس، لكن ما عليه. وقف التصوير الحين، خلينا نصلح موضوع البطارية. في لحظة ما ادري، حد بال في النافذة ولا ما حد بال؟ شايفين هبه، شايفه؟ بس المشكله البطاريه ضعيفه. تبال هذيل عشان تبان الشغل. تبغى اشبك على السيارة؟ اقدر اشبك على السيارة، ايش رايك؟ لا، عشان على نفس الشرح، فهمت؟ اللهبه منها واضحه لكن قويه، شايفه؟ مع الهواء ايش اللي صار؟ طيب زيد نايت ثاني. انا خاف نهدي بس. هي عموما اللهبة قوية، ما حد يقدر يسوي كنترول عليها بسبب الهواء. طيب انا ايش نسوي؟ بس باينة ما شغلنا النظام ب 12 فولت بس، يعني بالبطارية دايركت على الخلية، والان اللهبة شغالة. هذا 12 فولت من البطارية دايركت. كده احنا نوقف النظام، شغال تمام زي ما قلنا 12 فولت. ما شاء الله لهبة قوية توصل الى 600 درجة. انا مضطر اوقف النظام عشان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجربة اليوم المرحلة السادسة من تجربة في مياه البحر. زرعنا تقريبا 15 شجرة. السايد هذا اللي في اليسار، هذا السايد، الصف هذا غير معالج، الصف الثاني اللي بعده معالج، هناك معالج غير معالج، معالج غير معالج، يعني عالجنا التربة، عالجنا الموية باستخدام بعض المواد، والآن نراقب سلوك النبات. طبعا كان معايا اخونا حسام الزهراني، كان معنا الاستاذ عاصم وبقية الشباب، الله يعطيهم العافية ما قصروا. وهذه التجربة ان شاء الله ربنا يطرح فيها البركة. سوينا التجربة دي وسوينا تجربة انتاج الطاقة من مياه البحر. طبعا احنا حننتج 3 انواع طاقة من مياه البحر. اليوم انتجنا طاقة من مياه البحر، طاقة جيدة باستخدام تقنية 12 فولت، ونبدأ إن شاء الله بعد كده نوافيكم ببقية التجارب إن شاء الله.